بحلم ارجع لبلدي، ارجع على تراب بلدي، اقعد انا واحفادي ونعيش. يعني قد ما عشنا بغير بلد، بلدنا ارحم، كونه انه هون في اجارات، في عذاب، بدك تطلع لقمه عيشك بكل صعوبه، هن قد ما كان بلدك بتعرفي تعيشي فيها. أولادي الخمسة وجوزي ستة بالغوطة بالحصار، وأنا كنت أشتغل هناك بالتوزيع الأكل وللجبهات للفقراء، وأشتغل بالمشفى الميداني أساعدهم. تهجرنا، بعد ما تهجرنا جينا لهون على عفرين، قعدنا هون. أنا برقبتي 9 أولاد شهداء، لا عندهم أب، لا عندهم حدا معين إلا أنا رب العالمين، وبعدين أنا. ودورت على شغل لأشتغل، لقيت فيه بالمجلس المحلي شغل، والحمد لله عم أشتغل. شو الله بيرزقني بيبعث لهم إياهم، كونه إنه مشان يعيشوا، لأنه نحن عنا مرت الشهيد بتتكرم مو بتنزل، وأولادهم شهداء وكل صغير. وحياتنا شوي صعبة، وعشنا بالغوطة صعبة، وهي هون كمان شوي حياتنا صعبة، ونقول الحمد لله على كل شيء.